السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم، احنا بالمحاضرة السابقة تعلمنا باستخدام برنامج الاكسس شلون اقدر اسوي تحليل احصائي كامل، يعني اختبار الهوموجينيتي. اليوم راح نجي شنو معنى الهوموجينيتي، نفسرها، شنو معنى هوموجينيوس، شنو معنى نون هوموجينيوس او يسمونه هيتروجينيوس، شنو الفرق بيناتهم، الرموز هذا يمتى يتحقق هذا يمتى يتحقق، شلون بالمحطات، الرسومات الخاصة به. هسه راح نروح نفتح ملف الأكسل اللي اشتغلنا عليه بوقتها. هذا ملف الأكسل، هذا هنا ملف الأكسل. نرجع إلى ملف الأكسل، هنا عندي هذا الرينفول اللي اشتغلت عليه أنا، هذا الرينفول أو هذا الرينفول نو بروبلم، هذا هنا أيضا هذا الرينفول. راح أفتح لكم هذا الرينفول الموجود هنا، هذا يفتح ويا الاكسلس مباشرة. هسا انا صراحة مفعلة التري الترايل اللي هو 14 يوم، افتح هسا ارجع لفوق هذا. لاحظ التحليل، هسا جاء عندي مجموعة من المحطات، هاي المحطات موجودة على طول منطقة الدراسة، مقدارها 9 محطات. دا اسوي لها التحليل الهوموجينيتي. ايش عندي انا بهاي المحطات؟ ارجع للشيت، عندي بهاي المحطات برمي ووتر يير، وعندي هاي المحطات الانوال رينفول. هسه انا لحد الان دا احكي لكم تحليل الرينفول. بعد ما احلل هو راسا يفتح لي شيت ثاني يحيط بي الهوموجينيتي تيست للرينفول. اروح على هسه محطه محطه. لاحظ هسه المحطه الاولى اللي هي هاي كانت ضمن مواقع تركيا. نجي على هاي المحطه، اول اختبار انطاني، طبعا بالمناسبة انا احدد الاختبارات، اهم اختبارين صراحه هو الستاندر نورمال هوموجينيتي تيست والبيت تيست. بس لاحظ البيت تيست لاول محطه جي 1 الكي منطي، هذا معامل انه شلون انه يعطيك فد موديفيكيشن عن الـ يعني عن القيم، وهذا التي يعني شنو التايم اللي مختبر، يعني الوقت اللي شلون وين دا يصير عندك تشينج التي. وهنا البي فاليو، البي فاليو هاي ايش قد مقدارها 0.44، وهاي الالفا مستوى الدلاله او مستوى، يمكن نقول هذا افضل من هذا او اقل او كذا. نجي على قيمه البي فاليو، اذا قيمه البي فاليو اعلى من مستوى الدلاله او القيمه الاحتماليه، اذا نعتبر انه مو احنا عندنا بالهوموجينيتي عندنا لازم نفرض فرضيتين، الفرضيه الاصليه الفرضيه الصفريه نسميها النول هايبوثيسيس والالترناتيف هايبوثيسيس النظريه البديله. فامتى نقبل النظرية الصفرية؟ لما تكون قيمة الفاليو الرو إلها أكبر من قيمة مستوى الدلالة. إذا طلعت هاي أكبر من هاي، إذن قيمة المستوى الدلالة يعني القيمة مال الاتش اي مقبولة للنل هايبوثيسيس اللي هي اتش نوت، قيمة الصفرية مقبولة إلها. تمام عيني؟ نجي هسه لاحظ هنا، هاي هسه إذا أنت تنتبه هنا هاي التمثيلات هنا، هاي مثل ما تلاحظ يعني انه القيم كاملة للموضوع للووترية يعطيك قيمها رسمها. نجي هذا الاختبار الاول لنفس الاختبار، يقول لك انه هذا المستوى الدلالة الثابت وهذا مقدار هنا. ولاحظ شلون تعرف انه هوموجينيتي؟ شغلة ثانية انه ما صار بها تشينج بوينت، يعني ما صار بها تشينج بوينت، يعني ما في فتره من الفترات وتحولت. هسه راح ننتقل للاختبار الثاني نفس المحطه، ستاندرد نورمال هوموجينيتي تيست. ايضا التي نوت هذا له فحص الستاندر الى تي نوت. احد يريد يسالني كذا هذا المين غيرها، ضروري يروح يقرا كتب احصائيه معينه. هاي التي التايم، ايش اقصد بها التي هنا هذا التايم؟ وكانه سنه التغيير، وهذا بالمناسبه هذا يعني ضمن المونتي كارلو سيميليشن هذا الفحوصات. فالبي فاليو هاي قيمتها، تقارن البي فاليو مع هاي تلقائيا. شوف هسه هو بما انه البي فاليو اعلى من مستوى الدلاله، اذا النظريه الصفريه ايضا مقبوله بالنسبه لهذا الفحص، وهذا هو الرسم مالته. نجي على المحطه الثانيه البيت تيست التي. تمام، هسه البيت تيست والتي، هسه نجي على التي هنا، وهاي البي فاليو. لاحظ قيمة البي فاليو هنا ايش قد؟ 0.009، وقيمة مستوى الدلالة او، اذا هاي بما ان اكبر من هاي، اذا هاي ما نقدر نقبل النظرية الصفرية وانما نقبل النظرية البديلة
يعني اللي هي تكون نون هوموجينيوس هيتروجينيوس. لاحظ الرسم ها، ولازم الرسم ايش يحتوي على تشينج بوينت. لاحظ الرسم هسه هنا، خلي اكبر لك اياه حتى تشوف. لاحظ ها صار تشينج بوينت، يعني ما استمرت كلها على نفس الخط وانما تغير، صار خط عندنا جديد. تمام، خلينا نرجع. هاي هنايا هسه وين، منين بدات سنه التغيير؟ 2011. هاي بال 2011 هاي السنه اللي ينطق اياها هنا، هاي السنه اللي ينطق اياها هنايا، اكو جدول تسوي هنا. هذا الجدول شو يقول؟ يقول most probable change year، اكثر السنوات اللي عتها كانت احتماليه ممكن تتغير بالبيت تيست وبال هذا. تجي هاي الهير منين تجيبها؟ منا، هو الاكسلت ينطق اياها. تمام، هذا التي هاي اكثر سنه احتماليه التغيير بيها. هاي السنه هي اصلا متغيره. هنا نرجع لي فوق، لو نرجع للفحص القبله، هذا لسان اكويجن، هذا الاول كانت يا سنه منطنياها قايل لي اكثر سنه 2017. ترى شوف لاحظ هنا بالرسم وين 2017، خلي اقرب لك اياها. لاحظ حتى ما تقول انا من اجيب السنه الاكثر احتمال للتغيير. هاي لاحظ هاي السنه، هاي اكثر سنه احتمال ممكن لو بعد اكثر شويه راح يصير بها تغيير تشينج بوينت. فهنا أنا بالوورد اكو جدول تسوي، تقدر ترفقه بالبحث العلمي. ايش تكتب عليه؟ most probable change year by كم فحص عندك؟ no problem. هسه هذا اليوم متغير مناخي الرينفول، فلاحظ هذا يفيدك انه تسوي الجدول هذا. كلش راح يغنيك وراح يفهم الباحث انه انت شنو شغلك، شنو هي السنوات الاكثر مثل ما نقول انه ممكن يصير بها تغيير، يعني قريبه يعني كريتيكال اللي تكون بها تشينج بوينت. نرمز لها هاي الرمزين، الترند يعني اتجاهها، هل هي بقت هوموجينيوس ام صارت هيتروجينيوس. فانت تلاحظ الهيتروجينيوس حطيتهم باللون الاحمر والهوموجينيوس بقيتهم باللون الاسود. دائما نرمز للهوموجينيوس اتش نوت، والهيتروجينيوس الهيتروجينيوس عنوان هوموجينيوس اتش اي اتش بصفه هاي اي سمول. فهاي الموست بروبل تشينج يير يعني يقصد بها السنه الاكثر احتماليه للتغيير، يصير بها تغيير. منين نجيبها؟ من الاكسل، من هنا بالاكسلت تعطيك اياها هنا. خاف احد يسال، هاي التي نوت هاي الدلاله الاحصائيه مالته. تمام، شوف لاحظ هنا هسه نجي هناي تي، شوف التي نوت فاليو، هاي يريد التي نوت فاليو، هي هاي دلاله الاحصائيه، هاي القيم هاي هنا تخليها الكي البيت تيست الى الكي الدلاله الاحصائيه، والستاندرد نورمال هوموجينيتي تيست التي نوت. نجي لير، يقصد بالير هي السنه الاكثر احتمالا يصير بها تشينج بوينت. فهنا موجود تقريبا تقريبا الير نفسه هنا هنا، يعني اذا احنا امتى نقول انه هاي المحطه متجانسه؟ اذا اختبرنا اختبارين او ثلاث اختبارات وانطت كلها متجانسه هاي المحطه، نقدر نثبتها انه هاي المحطه متجانسه. تمام عيني. فهسه تلاحظ نرجع للرسم، هاي هنا تي نوت والتي، التي الزمن، يعني هسه ليش يقول احد هذا الزمن اللي يصير اكثر احتمال به، فمنه تاخذه. وهاي الرسومات موجوده لكل هذا. صراحه اذا ترسم لكل محطه لكل محطه راح يستغرق البحث العلمي، فهذا الجدول راح يغنيك، راح يصفي لك كل الوضعيه. بعد ما تكمل ممكن تقول انا اريد بالنهايه اريد رسم توضيحي، ممكن تشارت. اي نعم، هو بالنهايه اصلا راح يعطيك رسم. لاحظ هسه راح انتقل الى اخر بعد ما اختبرتهم كلهم. لاحظ هسه هاي الرو الفاليو، بس ابي اختبار بالبيت تيست. هاي كل المحطات، لاحظ هذا مستوى الدلاله، هذا خلينا ننتقل لرسم مره شوي اوضح. هذا هذا مستوى الدلاله، لاحظ هنا انا وضحتهن بالوورد، شوفوا هنا انا جبتهن لكم. هذا لاحظ هذا مستوى الدلاله 0.05 هياته. هاي كل المحطات، كل المحطات قيمة البي فاليو عابرة مستوى الدلالة، إذا كلها ناجحة بالنسبة باختبار البيت تيست، عدا هاي المحطة الثانية. أرجع للوراها بالاختبار الستاندر نورمال هوموجينيتي تيست، أيضا مستوى الدلالة أكو قريبات، المهم مشتازات نورمال، أقدر أتقبلهن. ليش أقدر أتقبلهن؟ بهذا الاختبار ناجحات. تمام؟ فهذا الاختبار مشتازات مستوى الدلاله بشيء قليل، الا هاي بقت فاشله بالاختبارين، اذا هاي المفروض اما اسوي لها تعديل او اذا هاي استثنيها من اختبار الترند، يعني ارفعها من اختبار الترند. تمام عيني؟
هذا شكل توضيحي، حبيت اخلي الفيديو حتى انه يكون الباحث على بينه انه شلون دي يتصرف يعني بالنسبه للبيانات المستنتجه الخاصه بها. هسه هذا اول يعني فحص خلصناه، يعني انا علمتكم ديش المحاضره شلون تجري الفحص، بس شلون تحلل النتائج، هاي الموضوع الخاصه بالاناليسيس اوف هومولوجيتي تيست. تمام عيني، نقدر نقول انه هاي المحطه مقبوله او هاي المحطه غير مقبوله. هذا الشيء راح يفيدكم التحليل بالبحوث، البحوث العلميه من انت تريد تفحص ضروري تفحص اذا عندك محطات او اي بيانات قبل ما تجري لها اي اختبار، ضروري تفحص الهوموجينيتي الخاص بها. بالمناسبه عندك انت اكثر من فحص هوموجينيتي، يعني اكثر من فحص عندك متعلق بالهوموجينيتي تيست. الفحوصات المتعلقه بالهوموجينيتي تيست، هسه ندخل على اكسلت، اربع فحوصات انا صراحه متناوله بالنسبه لبحثي وحسب ما شفته بالبحوث السابقه، البيت تيست والستاندرد نورمال هوموجينيتي تيست اكثر فحوصات يعني متداوله وتستخدم بعلم الاحصاء وضمن الووتر ريسورس. لكن قرات في بحث من البحوث يقول انه حتى نضمن انه الهوموجينيتي لازم افحص بفحصين او ثلاثه فحوص على الاقل. فانا صراحه اجريت فحصين لان انا عندي اكثر من متغير مناخي راح اجري، فراح تصير العمليه يعني كثيره جدا، وانا بدي نشر بحث علمي يعني يكون بحث علمي، فهاي تلاحظ هنا. فانا جريت فحصين بس. هو عندك انت اصلا ما تدخل على الاكسلس، تروح على الادفانس فيتشرز تايم سيريز اناليسيس. هسه انا اجي عندي احكي على الهوموجينيتي تيست، لاحظ الهوم انا ما اريد اخير لك اياها مره ثانيه، بس الاحظك اريد اشوفك الاختبارات، عندك البيت تيست وعندك ستاندرد نورمال هوموجينيتي تيست، عندك هذا البشان تيست، وعندك الفون نيومان تيست. ذن الاربع تيستات هن الاشهر عالميا ومتوفرات ضمن برنامج الاكسلتس. فانا صراحه اجريت اول اثنين لان انا متناولتهم ضمن البحث العلمي من كتبت عن الميثودولوجي. تقدر تتناول ذول البقيه او تضيفهم اذا كان شغلك بحثك فقط هوموجينيتي، لكن انا بحثي ترند مو فقط هوموجينيتي، فتناولت ذن الاثنين. انا حبيت انوه لك عليهم. لاحظ شوف هاي المحطات هالشكل ترتبها، بعد ما ترتب المحطات بهذا الشكل تروح ترسمهن النتائج اللي خاصة بهن حتى تقدر تناقشهن. لهنا تكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، ألتقيكم بمحاضرات أخرى إن شاء الله عن ضمن هذه السلسلة حتى نتناول استخدامات وفوائد برنامج الإكسلتس بالاختبارات. احنا راح نتناول صراحة ضمن الأدفانس، ما أتناول لك في شيء بسيط وإنما أتناول لك الأدفانس. أمور الأدفانس تقريبا راح ناخذها خاصة بالتايم سيريز أناليسيس، عندنا هواي امور مهمه جدا وتفيد بالبحث العلمي، الهوموجينيتي تيست، التيستات للترند اللي هون من كندل تاو، يعني ان شاء الله كل من راح نتناول السبكترال اناليسيس غير الفوريا اني ثينك. فان شاء الله تكون هاي السلسله متواصله باذن الله ونشرحها بشكل تفصيلي. التقيكم بالمحاضره القادمه، اي سؤال او استفسار راسلونا على القناه او اتركوا لنا كومنت. لا تنسون دعمكم للقناه و يعني دعوة زملائكم الباحثين اللي ممكن خاصة بالبحث العلمي بعدهم حاليا يستفادون من عند طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه. نلتقيكم بالمحاضرات القادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.